هي فرصه للاعب المحلي كالكسوا لاعب محلي هنا في الجزائر ولا في لي زيكيب اللي راح تشارك فيه، ومو نطلعوا ان شاء الله المستوى تاع اللاعب المحلي وبارابور المنتخب تاعنا ان شاء الله يحافظوا على اللقب. هي المنتخب المحلي بوابه يعني المنتخب الاول، ونظن باللي الناخب الوطني راح يتبع لي جوار تاعنا المحليين ان شاء الله امو نشوفوا دي جوار منا من الشامبيونات تاع الجزائر ان شاء الله يمثلوا الفريق الاول ان شاء الله.